بالنسبة لي ترى أنا أميل للأغاني القديمة الشرقية، أحلى يعني شيء. أغاني أقدم من حتى أنت عمري وحب إيه، أقدم منهم برضو. يعني في أغنية قريبة مرة من الأم كلثوم اسمها إن حالي في هواها عجب، هالأغنية من ألحان محمد الأصبجي العبقري يا سلام، سنة 1926، ما شاء يعني الله صار عليك. لها الأغنية تقريبا 98 سنة خلاص بالضبط، بالضبط، فمهم إن حنا نعيد تسجيل هذه الأغاني. يا سلام عليك، اختيار رائع وموفق يا سارة، تفضلي. يعني اختيار صعب جدا واهتمام بالموسيقى الشرقية والقديمة والطربي.